بداية المغامرة مكان رائع. مش عارف خونا أسامة وين راح دينا، ولكن رانا رايحين يعني على حساب الطبيعة وعلى حساب يعني خارجين من صخب المدينة إلى راحة. واش هذه البادية ولا ماشي بادية؟ أنا رايحين المكان رائع جدا مع الحدود، ولما خليكمش ما نقول لكمش حتى نوصلوا للمكان وتعرفوا واش هو. رانا نصوروا جمال المكان.
وراحت المكان. تخيل واحد يجي هنا يسكن هنا يسمع راهم كاينين سكان هنايا، راه كاينين سكان في المنطقه هذه، مثلا كيلام دايرين النخيل تاعهم هنايا، ولكن عدينا على فيلات يعني مكان رائع، كاين ناس لا ساكنين. مثلا هذه مساكن تاع ناس عاديين. هلا 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 بالغالي، هلا. السلام عليكم خوتي من جديد، معكم دائما جمال الدين، ولكن هذه المرة من خور فكان. أحييكم، السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. برك حبينا نشارككم هذه التجربة من خور فكان. بارح في الليل يعني كنا شباب هكذا، قال لك علاش ما نديروش خرجة ونروحوا نخرجوا نبدلوا شوية جو. فاختلفت الآراء، ولكن في الأخير جا خونا أسامة وقال لك احسن مكان هو هذا المكان مقابل البحر في خور فكان، منطقه رائعه جدا. حبينا يعني نغيروا شويه جو، نخرجوا من ضوضاء المدينه، نروحوا للهدوء ونغيروا شويه جو. من زمان ما استمتعناش بقعده كما هذه، تعودنا فقط على الشواطئ تاع دبي، شواطئ رمليه والبحر هادئ، ولكن المره هذه صوت والله العظيم لو يعني الانسان يجلس امام البحر ويسمع صوت الموج هذا ويفضي راسه والله العظيم يرتاح نفسيا صراحه. يعني انسان انا يعني جلست هنا ممكن اقل من دقيقه، تحس يعني حتى ريحه بتاع مياه البحر مع والله العظيم روعه. خلونا نرجعوا للشباب. يقول لك جمال جا معنا، جا غير يصور اللي جا، قالوا انت جيت غير تصور ما جيتش تساعدنا، فنرجعوا عندهم وراه غادي نرجعوا عندهم نساعدوهم في الاعداد. كنا بدرو راه يشعل في الجمر. بدرو قلت لك استناني حتى نجي نشعل معاك الجمر. بس باينه عليك باينه. ها قال لك امام هاودي ارنوبو صايق حمزه ارنوبو ياكل لا امام حمزه راه جاي ياكل السلطه. ما تاكلش اللحم حمزه صاي سلطه بزاف عليك. ريجيم ريجيم خويا اسامه ربي يعاونك خويا والله العظيم. الله يعطيكم الصحه شباب. صور قطعه صور. قولي باع نعطوك تاكلي اللحم. قولي باع.
ما شاء الله. تمت عملية القضاء على اللحم بنجاح. شبيبة نظفنا المكان. هاك باقي دروك شاي أخضر. بعض الشباب ديال الجزائريين المقيمين بدبي، ففضلنا نجو نفوتوا اليوم تاعنا في منطقة خورفكان. منطقة رائعة جدا، يعني حتى احنا جنب البحر ولكن جو رائع، ما كانش برد، ما كانش سخانة، ما كانش رطوبة، يعني قاعدة هايلة. ما تنسوش ديروا لنا جماعة لايك وديروا لنا شير للفيديو. راني عارف ما ديروش شير، راني عارف معليش. المهم اشتركوا في القناة خاوتي. السلام عليكم.